أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتهتم دائما بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز. هنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم مع الدكتورة عبير رشوان مدير مرحلة التربية الخاصة إدارة المنتزه التعليمية. أهلا بك يا دكتورة عبير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نجلاء. في البداية، إيه هو مفهوم الدمج لدمج المدارس؟ في الحقيقة هو قرار الدمج التعليمي ده كان من أفضل القرارات اللي تمت في مصلحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الطلاب دول يمكن كان في فترة قريبة جدا كان ما بيكونش في وعي كافي بيهم، وما بيكونش التعليم بيؤدى ليهم بالشكل المطلوب اللي يوصل بيهم لمرحلة آمنة. جاء في عندنا قرار وزاري، القرار 252 لسنة 2017. القرار ده بنقول إن هو كان بينص على إن كل المدارس دامجة. يعني إيه؟ يعني من حق طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كل على حسب إعاقته إن هو يجد مكان في المدرسة. يمكن كان في أسر كتير جدا ما بيكونوش بيبقوا عارفين يتصرفوا إزاي مع أولادهم من ذوي الهمم. لو كان مثلا في طالب عنده إعاقة سمعية، فالإعاقة السمعية دي متوسطة، فممكن إن احنا باستخدام سماعة ويدخل في مدارس التعليم العام، لا كان ده مش بيلاقي المكان بتاعه أو بيلاقي الاهتمام، فكانوا أهله بيتم تحويل الطالب لمدارس الصم أو ضعف السمع. لكن دلوقتي حاليا بتطبيق القرار الوزاري ده بقى من حق الطالب ده ان هو يجد مكان في التعليم العام ويكمل زيه زي الطالب العادي جدا جدا. وبيتم تطبيق القرار الوزاري عليه بحيث ان هو بيكون المناهج واحده، ولكن بيختلف الموضوع في وضع الامتحانات. نفس الكلام بالنسبه لطلاب الاعاقه البصريه او طلاب متلازمه الداون او طلاب التوحد، كل دي كانوا يعني اختلافات كثيرة من ذوي الإعاقة وما كانش بيتم تشخيصهم وتصنيفهم ووضع كل واحد في المكان المناسب له. طيب، إيه هي فلسفة أو نقدر نقول خصائص واستراتيجية التعليم المدمج؟ هو في الحقيقة إحنا طبعا في عملية الدمج التعليمي بنقول إن الطلاب دول بيكون لهم مكان في مدارس التعليم العام، وبيتم دمج هؤلاء الطلاب مع الآخرين من الطلاب العاديين بحيث إن هم يتألفوا. إحنا بنقول ليه دمج؟ عشان يتم دمجهم في المجتمع اللي هم عايشين فيه، المجتمع التعليمي. طبعاً إحنا حابين جداً إن الأشخاص دول يكون لهم مكان في التعليم، فبيتم دمجهم في دمج تعليمي ودمجهم في المجتمع ودمجهم في الأسرة. يمكن زي ما بقول لحضرتك ان كان في اسر كتير كانت بتخفي ابنائها ان هي تظهر في المجتمع. بقى دلوقتي لا، بالعكس بقى ليهم مكان وبقوا بيخرجوا وبقوا يمارسوا رياضه وبقوا يمارسوا في المجتمع، كمان ليهم المكان الخاص بيهم في التعليم. وبقينا بننادي بثقافه ان احنا لازم يعني نوعي كل الاسر ان هم سواء اللي عندهم اطفال ذوي احتياجات خاصه ان هم ازاي ان هم يدخلوا اولادهم يكون لهم الحق في التعليم ودمجهم في المجتمع، والاطفال ذوي الاسر ذوي الاطفال العاديين اللي هم بيعرفوا ان الطلاب دول من حقهم ان هم يكونوا مع اولادهم في المكان، لان في اسر بتبقى يعني خايفه شويه انه يبقى اولادهم في انه يكون في اختلاط بينه وبين الطلاب العاديين. لكن طيب الدمج ده بيفيد الطلاب العاديين ازاي وذوي الهمم ازاي؟ هو بيفيد الطلاب العاديين بان هم بيعرفوا ان في فئه اخرى في المجتمع يجب ان نتعامل معاها، وبنعرفهم طريقة التعامل الصح مع هؤلاء الأطفال. طبعا احنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم، قال بهم تنصرون وبهم ترزقون، بننصر وبنرزق بضعفاء بالضعفاء، وهم يعتبروا من الفئة اللي فعلا بننصر وبنرزق بيها. فده مفهوم يعني بنعممه وبنوعي الأسر بيه. وفي نفس الوقت كمان
الأطفال العاديين لما بيلاقوا حد مختلف عنهم ممكن يحدث تنمر عليهم، لكن احنا بقى بنقول ايه؟ لما بنديهم معلومات وبنديهم ثقافة ازاي ان هم يقدروا يتعاملوا معاهم، فهنا بيبقى عندهم مفهوم اكثر وعيا وتقبل للاخر، يعني ازاي ان يكون في حد مختلف عني ومع ذلك انا بتقبله وبتعايش معاه، بل بالعكس ده احنا ممكن في المدارس كمان بيبقى في عندهم ثقافة ان هم يعرفوا زمايلهم دول، لان منهم بيبقوا اطفال يعني عندهم لطف كبير جدا. دكتور عبير، ازاي ولي الامر يقدر يختار مدرسه لابنه خاصه اذا كان هذا الطفل من ذوي الهمم؟ اولا احنا عندنا في القرار الوزاري 252 لسنه 2017 وده اللي هو خاص بالدمج التعليمي، بيقول اول حاجه فيه في القرار ده كل المدارس دامجه، يعني كل المدارس لا يمكن أن يتم رفض طالب من ذوي الهمم فيها. بعض الأولياء الأمور ما بيكونش عندهم الفكرة أو ما بيكونش عندهم المعلومة، فلما يروح لمدير المدرسة ممكن مدير المدرسة حابب إن هو إيه يعني يريح نفسه من إنه يكون ملتزم بطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبيعمل إيه؟ يقول له لا أنا ما عنديش مكان ليهم. فهنا بقى بيلجأ على طول ولي الأمر لمرحلة التربية الخاصة في الإدارة وبيسأل أروح فين؟ بيجي لما بيجي يسألنا طبعا إحنا بنتواصل على طول بمديري المدارس، وإحنا بالنسبة لي أنا بعمل دايما دورات لمديري المدارس وبديهم ما ينص عليه القرار، إنه القرار الوزاري بيقول ممنوع ترفض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتقدم أيا كانت إعاقاته، طالما إنه هو بيكون في يعني اللي بيتم تصنيفهم من يتم دمجه في الدمج التعليمي او تنطبق عليه الشروط، يبقى اذا على طول من حقه ان هو الموافقة عليه، لازم يكون من حقه على طول الاندماج في المدرسه وعمل الدمج بعد ما يتم الحاقه بالمدرسه في التعليم العام. طب ايه الحالات اللي بيتم فيها الاستعانه بمرافق؟ احنا في عندنا ثلاث حالات بيتم الاستعانه بمرافق تربوي. طبعا احنا عندنا في حاجه اسمها مرافق تربوي ومرافق قانوني. المرافق التربوي اللي هو شادو تيتشر اللي بيبقى موجود مع الطالب في الفصل الدراسي وفي اثناء الامتحانات اداء الامتحانات، فده بنقول ان هو بيتم عمل شادو تيتشر لثلاث حالات، منهم التوحد والشلل الدماغي ومتلازمة داون تم إضافتها السنة دي، يعني كان في عندنا حالتين فقط اللي هم التوحد والشلل الدماغي، والسنة دي نص على القرار على إضافة متلازمة داون مع ده. طبعا بنقول ان هم بيكون من حقهم ان هم يكون ليهم شادو مرافق معاهم في الفصل وفي أداء الامتحانات، ولكن في الامتحانات يعني بيتم كتابة ما يملى عليه، يعني الطالب يملي شادو والشادو هو اللي بيكتب في حالة ان الطالب مش عارف ان هو يكتبها. طيب المميزات وعيوب الدمج لذوي الهمم؟ احنا في عندنا طبعا مميزات كتيرة جدا جدا بصراحة تم الحصول عليها للطلاب ذوي الهمم باختلاف اعاقاتهم، يعني سواء كان اعاقة سمعية اعاقة بصرية التوحد الشلل الدماغي متلازمة داون، كل دول بنقول ان كل حالة فيهم او كل اعاقة من الاعاقات او ذوي الاعاقات دي بنقول ان هم بيستفيدوا من عملية الدمج في وضع الامتحانات. الامتحانات بتاعتهم بتيجي امتحانات مخففة، هو طبعا بيتم يعني تدريس المنهج العادي اللي بيدرس للطلاب العاديين، ولكن يعني بيتم دمجهم في الفصل، بيكون موجود كمان معاهم حاجة اسمها غرف مصادر بينزل فيها طلاب الدمج في غرفة المصادر دي مع مدرسين مدربين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. كل مادة بيكون ليها في غرفة المصادر دي ركن بيقعد مع الطالب يبسط العملية التعليمية بالنسبة له ويوصلها له بمفهوم يتناسب مع إعاقته، يعني بيديله المعلومة العلمية بالشكل اللي يتناسب مع الإعاقة بتاعته. فطبعا عملية الدمج ساعدت الطلاب دول جدا جدا في أنهم يحصلوا على العملية التعليمية بشكل مبسط وبشكل يعني أكثر إتقانا من إن هو يكون في فصل دراسي أو قاعة دراسية. ولكن العيوب اللي بنقول إن
ممكن تكون موجودة هي إن مش كل المدارس فيها مدربين يعني مش كل المدرسين في المدارس مدربين ان هم يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه. في بعض المدارس هي اللي تم طبعا تدريب المدرسين فيها وتم فرش غرف المصادر في المدارس دي. أيوة. لكن باقي المدارس المفروض ان احنا يعني في مراحل اخرى ان شاء الله يعني يتم تدريبهم ويتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بحيث ان هم يقدروا يبسطوا لهم ويقدروا يحصلوا على العمليه التعليميه كما يجب. طيب دكتور عبير، هل منهج الطفل العادي بيختلف عن منهج ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم؟ هو المنهج الدراسي بيتم وضعه للاثنين، يعني لذوي الاحتياجات الخاصة وللطلاب العاديين، وبيتم تدريس المنهج ده في القاعة الدراسية، وبعد كده المدرسين بياخدوا ذوي الاحتياجات الخاصة كل على حسب إعاقته وبياخدوهم لغرفة المصادر. غرفة المصادر دي عبارة عن أركان، ركن للقراءة وركن للرياضيات وركن للحساب وركن للدراسات، كل ركن فيه مجموعة الأدوات اللي توصل للطالب المعلومة بشكل بسيط. وعلى فكرة هي غرفة المصادر مش فقط للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هي كمان للطلاب المتفوقين. يعني احنا دايما حتى في مدارسنا بنقول ان خلوا غرفة المصادر دي تكون حافز للطلاب المتفوقين ان هم يدخلوها عشان يشوفوا كل الادوات اللي موجودة فيها ويتعاملوا مع كل الادوات، بحيث ان هي كمان تحفز الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ان هي ده مكان مميز ليهم ولزمايلهم المتميزين. طيب الأنشطة التعليمية اللي بتستخدم في تعليم ذوي الهمم؟ هو طبعا يعني احنا في عندنا في المدارس بيتم تعليم طبعا كل مادة دراسية بالوسائل والأنشطة المناسبة للمادة دي، بوسائل تعليمية تقدر توصل المعلومة للطالب. يعني يمكن كمان بنخلي المدرسات تبدأ تتعامل مع الوسيلة التعليمية أو تعملها وهي بتدرسها للطلبة، يعني وهي بتدرس لهم الحاجة دي عشان تقدر توصل لهم نشاط. بنقول طب نعمل وسيلة تعليمية عشان يعني يركز في ذهن الطالب لما بيلمس الحاجة وبيبتدي يعملها وبيقدم الوسيلة دي، بنقول ان هو ده بيركز اكتر او بيخلي المعلومة تكون اكثر ثباتا بالنسبة للطالب. وطبعا كل ما بيكون الموضوع ملموس يعني بيلمسه بايده كل ما كان بيكون اسهل في انه يبقى يتم التعرف عليه ويتم اكتساب المعلومة بالشكل الصحيح. طيب ازاي الأسرة بقى بتشارك في العملية التعليمية والتأهيلها التأهيلية لطفلها اللي هو من ذوي الهمم؟ الحقيقة احنا عندنا الأسر في الفترة الأخيرة دي بقوا بيشاركوا بشكل جميل جدا جدا، يعني دايما بلاقي ان أولياء الأمور على تواصل دايما معانا. طب احنا نقدر نتعامل ازاي مع اولادنا؟ طب انا عندي مشكله في التعامل مع الحاله دي، طب اتعامل معاها ازاي؟ بتروح في عندنا طبعا في كل مدرسه مسؤول غرفه مصادر او مسؤول دمج، طبعا بالاضافه للاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. بتروح ولي الامر او بيروح ولي الامر لمسؤول الدمج ويقعد معاه بحيث ان هو يعرف يتعامل معاه ازاي، او لو في اي مشكله بتصادف الطالب سواء في المنزل في البيت او في البيئه التعليميه في المدرسه. بنقول ان هو بيبدا يتعامل مع الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي ومسؤول الدمج ويعرف منه ازاي ان هو، طبعا هم بيبقوا في المدرسه عاملين سجل كده لكل طالب، السجل ده بيبقى فيه وصف للحاله، الاعاقه عنده ايه، ويعني زي دراسه حاله للطالب بيبقى مكتوب فيها كل ملحوظه ممكن ازاي هنقدر نتعامل معاها او كل مشكله بتمر بالطالب ازاي نقدر ان احنا نعملها. طبعا تواصل ولي الامر وطبعا اتاحه الفرصه لاولياء امور طلاب الدمج بالذات. أيوة. ان هم يكونوا على تواصل دايما بالمدرسه بتخليهم على طول لو في اي مشكله بتقابلهم يسالوا فيها، يسالوا مسؤول الدمج، يسالوا اخصائي نفسي، يسالوا اخصائي اجتماعي، وازاي ان احنا نقدر نتعامل معاها وازاي نقدر نتغلب عليها. فبالفعل هم بقى عندهم وعي كبير جدا جدا،
يعني يمكن اقول لحضرتك بقوا حافظين القرار الوزاري، يعني يجي يقولوا دكتوره احنا في عندنا كده، بس على فكره ده موجود في القرار الوزاري بيقول انه يعني عارفين حقوقهم. ودي حاجه الحقيقه بتسعدني جدا ان انا الاقيهم لا عارفين حقهم ايه، وعارفين ان هم المفروض ان هم يتصرفوا ازاي، او لو في اي تقصير ممكن يتعاملوا ازاي مع التقصير ده، او يعني ما لهم وما عليهم. طيب بالنسبه للمدرس او المعلم ازاي يتعامل، او المفروض ازاي يتعامل مع طلاب الدمج؟ هو طبعا يعني هم طلاب الدمج طبعا كل فئة على حسب الخصائص بتاعتها. يعني احنا فئة الإعاقة السمعية غير فئة الإعاقة البصرية، حتى المشكلات السلوكية لكل فئة من دول مختلفة عن الآخرين، عن فئة التوحد. بنقول طبعا انه المفروض، ودي يمكن من الامور اللي احنا بنحب ان هي في الفتره الجايه او في المرحله الجايه ان هي تكون يعني مطبقه فعلا، ان يتم تدريب مدرسين لكل إعاقة بحيث ان هو يبقى عارف ازاي يتواصل مع الإعاقة دي، او خصائص كل إعاقة وكيفية التعامل معاها، يعني يعرف خصائص الفئة دي ايه واهم المشكلات اللي بتواجهها، وازاي ان احنا نقدر نتغلب على المشكلات اللي بتواجه هؤلاء الطلاب او الفئة دي من الإعاقة. ده هيخلي طبعا في تساهل اكبر، يعني في سهولة في التعامل، وفي سهولة كمان في توصيل المعلومة. هو طبعا هي المدرسة مش مجرد تلقي علمه فقط، او يعني ان احنا بنديله ماده علميه، ولكن احنا بنقول ان هي يعني وسيله اكبر للتربيه واكتساب السلوك وتعديل السلوك لو في اي سلوك بيحتاج انه يتعدل، وتعريفه على الحياه العامه من خلال مكان علمي او من خلال مكان مؤسسي يكون تربوي. فطبعا المعلم لما بيكون مدرب وعارف وفاهم خصائص كل فئة من هؤلاء الطلاب، وعارف ازاي ان هم يقدر يتعامل معهم، بيكون ده يعني اسهل بكتير، وبيكون في مصلحة الطالب وفي مصلحة كمان المعلم، بيريحه طبعا من انه يعني هيقدر يتعامل ازاي لما يتم تدريبه على كل الخصائص، هيبقى عارف ازاي يقدر يتعامل مع كل يعني فئة على حسب خصائصها. نعم، احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتور عبير رشوان مدير مرحلة التربية الخاصة بإدارة المنتزه التعليمية، وهنكمل كلامنا إن شاء الله عن الإجراءات الخاصة بأولياء الأمور واللي قامت بيها الوزارة في حلقة تانية إن شاء الله. نتمنى نقابل حضرتك ونتكلم فيها. بشكر حضرتك جدا. شكرا حضرتك أستاذ. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم، الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.